هنا وبالمحاذاة من بحيرة سيدي بوغابة الماء والخضرة، المكان المفضل للفنان عمر البلغيثي لرسم لوحاته التشكيلية. هذا المكان هو بالنسبة لي واحد المكان اللي كنرتاح فيه، واللي كنلقى فيه جو من الابتكار ومن الإبداع، لأن الفنان تيكون بالمقربة من الطبيعة ومن الألوان ديال الطبيعة اللي هي أجمل الألوان. عمر البلغيثي من التشكيليين الذين يتمتعون بحس إنساني عميق، فهو يخصص حيزا مهما من المداخيل للأعمال الخيرية، كما أن لوحاته تحمل رسائل موجهة للمتلقي. الرسالة الأساسية اللي كتحمل الإنتاجات ديالي هي الرجوع دائما إلى الأصل، والرجوع إلى الثقافة المغربية وإلى الألوان المغربية اللي هي الأحمر والأخضر، وكذلك الرجوع إلى رموز الثقافة المغربية اللي الزليج والفسيفساء والأقواس. بعض من إبداعاته التشكيلية تؤثث فضاء منزله حيث يقيم بمدينة سلا، وهي تجسد الرغبة في فتح الأفق والسباحة في يم الإبداع والتحليق في فضاء الحلم المرتبط بالواقع. سنة 2012 إن شاء الله ستكون سنة المعارض الدولية، من بينها معرض في فرانكفورت إن شاء الله في شهر يونيو 2012، اللي غادي نحاول نمثلوا الجالية المغربية والثقافة المغربية في واحد المعرض دولي للعقار اللي غيكون في فرانكفورت إن شاء الله. مسيرة فنية قصيرة للفنان عمر البلغيثي، لكنها غنية وتعد بالمزيد من العطاء في المستقبل. منطلقها قناعته الراسخة بأن الفن للفن، ويجب أن يكون معطاء في الجانب الإنساني.